بسم الله مرحبا اهلا وسهلا مشاهدينا الافاضل، مرحبا بكم الى سانتياغو برنابيو في مدريد ومباراه الجوله 29 من الدوري الاسباني لهذا الموسم. ريال يستضيف الفريق الكاتالاني جيرونا، مفاجاه هذا الموسم، صاحب المركز السابع في اول موسم له في حضيره الكبار. الفائز على ريال في كاتالونيا هنالك في برشلونه بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء الذهاب. اليوم المهمه ليست سهله تماما لا لجيرونا ولا لفريق ريال مدريد، الفريق العائد الى مستواه المنتظر من قبل عشاقه ومن قبل بورتو. مازال يراوغ الاول، يحاول المرور من الامام الثاني، 25 سنه في عمره، سجل مويكا الكولومبي، ضاعت الكره، اسينسيو دخل، اسينسيو ممنوع المخالفات في مثل هذه الامور. رونالدو يستعيد اسينسيو، رونالدو من اروع ما يكون من بونو، الروعه كانت في الاول من رونالدو. كنت اقول بانه استعاد قواه واستعاد اليسرى مع بنزيما، يفضل الكره في العمق لدوكاس فاسكيز وراحت سهله ياسين بو. الدفاع بنزيما استلم الكره وبا با 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 جول، يكون من كريم في اتجاه لوكاس فاسكيز. بنزيما في واحد من أسوأ مواسمه، حركات الكثيرة للاعبي الريال التي أزعجت وأقلقت لاعبي جيرونا. مارسيلو على الجهة اليسرى، مارسيلو دفاعية بعيدة ورايعة بالراس، والدفاع يتدخل والحكم بدوره يتدخل ويعلن عن خطأ لدفاع بعيدة تماما، يلحق عليها غارثيا، غارثيا مازال ولا قوية تسديدة من رونالدو، وما زال ركنية أخرى لقاها الحكم المباراة. يتزم رجعت لمارسيلو، يرجع لتوني كروس، والجول بابا 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 بابا، باليسرى يسجل، باليمنى يسجل، بالراس يسجل، مسيو جول، رونالدو يسجل هدف آخر، رونالدو يبقى هداف سنة 2018، يسجل هدف التاسع عشر، هدف الخامس عشر منذ بداية السنة في الأماكن اللازمة وفي الأوقات اللازمة، صاحب ثنائيات عديدة منذ بداية السنة. لوكاس فاسكيز، لوكاس فاسكيز، رونالدو بتسلل، 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 نعم، وضعية التسلل هنا من كريستيانو رونالدو. ما زالت الكرة عند مويكا وكارفاخال، رائعة. من اروع ما يكون، والراسيه من هنالك كانت من بن على الجهه اليسرى واليمنى، رونالدو استلم ودخل بيمنى، هذه المره تسديده من كريستيانو رونالدو. رانيل يوصل لغارثيا في القائمه الثانيه بعيده، مارسيلو يخرجها للركنيه، غارثيا رانيل يطلبها، غارثيا دخل، التوزيع في القائمه الثانيه، بنزيما استلمها ورقبها كريم، دخل بنزيما، اول 20 دقيقة الأولى بهذا الشكل، اسينسيو وبونو. كنت أقول بأنه عندي مدة لم أشاهد أحد الرفقاء بعيدة، وناتشو في التغطية، رافائيل فاران، بس فاسكيز رجعت له لوكاس، وبين أحضان بونو محاولة التسديد في الزاوية البعيدة، كروس وبا با با با، رائعة، يا سلام، تمريره من اروع ما يكون، لوكاس فاسكيز ورونالدو. وصلت لمويكا، مويكا وتوزيعاته الرائعه في القائمه الثانيه، ومارسيلو للركنيه الثانيه، هذه الكره تسترجع بسرعه، دخلت هذه عمليه كره خطيره، رائعه الكره هذه، كاد ياتي هدف التعديل، الى فد هذه رونالدو، با 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 جول، هدف من اروع ما يكون، يسجله كريستيان ستيواني ويعدل النتيجة، هو يسجل هدفه السادس عشر. هاي الإعادة للجول من كرة ثابتة، يأتي من بعيد ويسجل عليكم، يهرب من المراقبة ويأتي ويسجل عليكم بالراس، كروس مازال، توني كروس، رونالدو، 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 تسديدة قوية ساقطة من كريستيانو رونالدو، سقط معها، يسود على عليها رونالدو، اسينسيو، صاروخ أرجو من اسينسيو، حطها في الزاوية اليسرى، وياسين بونو، اسينسيو مازال عنده الكرة، يجد مارسيلو، كرة ممتازة لرونالدو، استلمها، موجود تسلل، لا، الحكم المساعد قال وضعي التسلل،
كريستيانو رونالدو كانت تمريره رائعه من مويكا على الجهه اليسرى والتوزيع ولا لا رائعه توزيعه مويكا الفكره هذا يلعب على هذه الكره بعد ما ضربت فيها الجدار هل رونالدو استعاد شباب اصرار للمحق بنزيما هذا الموسم توزيعه رائعه زادت الخطورة وصلت لمويا يلعب مباشرة مع غارثيا غارثيا مويا مرة هو ثاني وثالث أكثر أحسن فريق مسجل أهداف من كرات ثابتة 18 هدفا من كرات ثابتة شيء على راس الريال كارفاخال توزيع القائم الثاني ولا على الطائر مثل ما جاءت بضربة مقصية رونالدو كاد يسجل هدف ديرونا البينية لوكاس فاسكيس إلى الكورة رونا با 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 جول 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 ماكينة تسجيل الأهداف تسجل هدف ثاني للريال ثنائية سابعة منذ بداية السنة لرونالدو هدف التاسع عشر كريستيانو رونالدو هذا الهدف العشرين رونالدو هذا الموسم في البينية رائعة جدا بنزيما والتمريرة الرائعة لرونالدو كم هي حلوة الأهداف التي أجل ما في وسلمها وتوزيع بين أحضان كيلور نافاسيو كوفاسيتش كوفاسيتش أسينسيو متسلل وسط مازال عنده الكرة يرجع مع توني كروس كرة خطيرة والحكم يقول خطأ الحكم يقول خطا للشتواني والبطاقه الصفراء خلاص مخالفه تنفذ يا مويكا هايله لمارسيلو كاد يسجل ثلاثيه اخرى ريال رونالدو كره خطيره كريم لعبة أخرى من أروع ما يكون من كريم بنزيما لرونالدو رونالدو للوكاس فاسكيز لوكاس فاسكيز بيمنى حتى على يسار بونو وسجل هدفه الرابع تنفذ المخالفة صعب صعب كثير وبنزيما هو اللي خرجها ثانية يرجع لأسينسيو التوزيع الرائع من أين جئت يا ناتشو وين رايح؟ رأسية ممتازة جدا ارتقاء هائل قطع سينسيو يو 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 جول رونالدو غير محظوظ تماما كريم بنزيما كريستيانو رونالدو يسجل هاتريك الثلاثية الثانية له في سنة 2018 بالأربعة الريال يضرب أمام جيرونا رونالدو في أفضل أحواله من ناحية بورتو كرة خطيرة متسلل 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 الحكم قال لا ركنية فاضل جول 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 الثاني لجيرونا بالراس شتيواني يسجل ثنائية اليوم هو كذلك هو يسجل هدف السابع عشر هذا اللي يتمتع هو واحد من أبناء مدرسة نتاع برشلونة كريستيان شتيواني وفي ذا جرانيل دائما كالمعتاد كم كانت صعبه وخطيره هذه الكره في اتجاه شتيواني ناحيه توجه بابا 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 خطا يا فران ماذا فعلت مع لوكا مودريتش لوكا مودريتش مع جارد بيل في نهاية المطاف جاريت بيل يكون في اتجاه جاريت بيل باليمنى يباغت الحارس ياسين بونو يسجل الخامس وينهي المباراة قبل نهايتها الرسمية الركنية تنفذ باليسرى عن طريق اللاعب جرانيل مهرجان من الأهداف وجول ثالث لجيرونا هذه المرة عن طريق خوان بي الذي يسجل كرة أخرى من كرة ثابتة بالراس شتيواني هو أفضل لاعب في الدوري الإسباني سجل فارق أربع نقاط على أتلتيكو مدريد الذي تعثر اليوم رونالدو سوبر هاتريك لسوبر رونالدو يسجل الهدف الرابع له في هذه المباراة
النتيجة 6-3. سوبر أتريك لكريستيانو رونالدو.